هذا هو المكان الذي يتدرب فيه المصارع شعيب للحفاظ على رشاقته ولياقته البدنية باعتباره من رياضيي النخبة، وذلك بعد تجميد كل النشاطات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا. بانتشار الوباء الرياضي ذوي المستوى العالي ورياضي النخبة لابد عليه أن يواظب على التدريبات ديالو باش الفورمة ديالو ما تنقصش. كل واحد وش حسب الظروف تاع الرياضي، كاين رياضي تكون الصالة تاعو بعيدة ما يقدرش يتواصل مع القاعة اللي يطريني فيها، فبالتالي راح يطريني في الصالة في داخل المنزل. وانا بالنسبة لي العكس، لأنه الصالة جات قريبة ليا والحمد لله، ومازالني نواصل في التدريبات ديالي في القاعة اللي شغلوا فرع المدرب ديالي. نائب بطل العالم في رياضة الفو فينام فيات فوداو أكد أن اختصاصه لا يتطلب مكانا واسعا للتدريب عكس اختصاص الاستعراض. الفو فينام فيات فوداو في اختصاصين، في اختصاص تقني واختصاص المنازل. أنا اختصاص منازل يعني ما تطلبش يعني مكان كبير ولا اتساع، يعني قادر في الغرفة ديالي قادر نونطريني عادي. فأما بالجانب التقني فالعكس، يعني راح يكون عنده لازم يكون عنده اتساع كبير باش يقدر يدير الحركة تاعو، خاصة تقنية اللي سيزو كاين الضربات المقصية بالفصحى، وكاين ثاني يعني الدفاع ذاتي ضد أربع أشخاص، هادو ما يقدروش يبريباريهم داخل الغرفة، شغل لازم صال. فبالتالي احنا دوك هادوما يواظبوا على الجانب يعني تاع بريباراسيون فيزيك داخل الغرفة تاعو يعني، والجانب التقني خليه بعد إن شاء الله بعد اختفاء الوباء إن شاء الله. في الأخير المصارع شعيب وجه رسالة توعوية للالتزام بالحجر الصحي لمنع تفشي وباء كورونا. طالبوا من الشعب يعني بالتحلي بروح المسؤولية يعني ويلتزموا بالحجر الصحي اللي وصلت به السلطات المحلية واللي. وكذلك إن شاء الله لازم تريحوا في الدار باش إن شاء الله هذا الوباء يتقلص.